بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنبدأ مع بعض الجزء الثاني في الـ Accounting Principle 2، اللي هو هيبدأ إن شاء الله من أول شابتر 12. والحقيقة يعني بنتهز الفرصة دي وبتمنى لكم جميعا التوفيق وبالصحة والسعادة، وإن شاء الله نراكم قريبا على خير بإذن الله تعالى. نبدأ مع بعض دلوقتي بقى من أول شابتر 12 اللي هو الـ Accounting for Partnership. طبعا عشان نبدأ مع بعض بقى البارتنرشيب، يبقى لازم نعرف أول حاجة البارتنرشيب form of organization. البارتنرشيب is an association of two or more persons to carry on as co-owners of a business for profit. يعني هي عبارة عن منشأة من تو أو أكتر، زي مثلا بنشوف مثلا مكتبة سمير وعلي، نفهم من كده ان احنا عندنا more than one owner. التايبس اوف بزنس اللي احنا دايما بنشوفه حوالينا هو عبارة عن زي مثلا السمول ريتيلر، السيرفيس، المانيفاكتشر كامبانيز الصغيرة دي، الاكونتنتس معظمهم بيعملوا كده، بيبقوا كذا واحد عاملين مكتب مع بعض، اللويرز اللي بنشوفهم كده، الدكتورز، تقريبا معظم المراكز الصحية اللي احنا بنشوفها حوالينا عبارة عن مجموعة اطباء في تخصصات مختلفة، هم اللي تقريبا عملوا هذا المركز. فإيه هي الكاركترستكس بتاع البارتنرشيب؟ أول حاجة إنها عبارة عن association of individuals، عبارة عن منشأة من الأفراد اللي احنا بنتكلم عليهم، فهي ليها legal entity وكمان ليها accounting entity مستقلة، وكمان النت income بتاعها not taxed as a separate entity. لا، ده هي بتتعمل على كل واحد من البارتنرز. كمان هي ميتشوال ايجنسي. ميتشوال ايجنسي يعني هي عبارة عن وكالة مشتركة. معنى ايه؟ ان act of any partner is binding on all other partners. لو واحد من البارتنرز عمل اتفاق او اي حاجة، يعني لازم التانيين كلهم يكونوا مرتبطين بيه. As long as he that act appears to be appropriate for the partnership. كمان من ضمن الكاركترستكس انها ليميتد لايف، انها بتعتمد على العمر الطبيعي بتاع الافراد. The dissolution occurs when a partner withdraws or a new partner is admitted. يعني اي واحد هينضم للبيزنس للشركه او واحد يخرج منها لاي سبب، الشركه بتنتهي الوضع ده، لكن هي بتستمر، بس هتستمر بقى بوضع جديد خالص، بشروط جديده خالص. But the dissolution does not mean the business ends. لا، هي من ناحية القانونية بس، لكن هي من ناحية الإيكونوميك شغالة. كمان هي unlimited liability زي corporation اللي احنا عارفينها، يعني بمعنى ان مسؤوليتهم غير محدودة عن الـ liability بتاع الشركة. فeach partner is personally and individually liable for all partnership liability. كل واحد مسؤول بفرده شخصيا عن الديون بتاعة الشركة. ضمن الكاركترستكس بتاعتها انها عباره عن ownership of property، ان الملكيه بتاعتها مشتركه، بمعنى each partner has a claim on total assets، ما عليهوش حاجه معينه، لا هو على total assets بس، طبعا زي ما احنا عارفين لازم يكون after a liability طبعا. This claim does not attach to specific assets، لا حتى لو هو قدم assets بالبيزنس بتاعه، يعني قدم عربيه وقدم كمبيوترز، قدم مكان او اي حاجه كده للشركه، مش معنى ذلك ان دي هتبقى بتاعته، لا دي اصبحت بتاعت الايه؟ البارتنرشيب. فمن اول النت انكم اور نت لوس از شيرد ايكوالي، خلي بالكوا ده ايكوالي دي لو هما ما اتفقوش على حاجه تبقى ايكوال على طول باي ذا بارتنرز، ده قانون بيقول كده. Unless otherwise stated in the partnership agreement، الا اذا هما قالوا على حاجه ثانيه، لكن هي ايكوالي على طول. الادفانتج وايه والديس ادفانتج بتاع البارتنرشيب؟ اول حاجه الادفانتج بتاعتها انها كومباينينج سكيلز اند ريسورسز اوف تو اور مور انديفيدوالز، زي ما شفنا احنا مثلا زي ما قلنا من المراكز الطبيه بتبص تلاقي مجموعه اطباء، ممكن يكون معاهم واحد من رجال الاعمال ولا حاجه هيبني لهم المبنى، هم هيساهموا بالعمل بتاعهم، فطبعا بيتبني المركز على هذا الاساس. كمان انها ايزي اوف فورميشن، سهله مش محتاجه اجراءات ولا تعقيدات بتاع الكوربوريشن مثلا. كمان الفريدم فروم جوفرمنت ريجوليشن اند ريستريكشنز، القيود والتنظيمات الحكوميه اللي عليها مش كتير قوي. يعني الايز اوف ديسيجن ميكنج، كمان سهوله اتخاذ القرار، ذير از نو بورد اوف دايركتور،
that must be unconsulted. لأ، هم على طول بيقرروا، وممكن بالتليفون يعني. كمان الـ disadvantage بقى بتاعت ايه بقى؟ حكاية انها mutual agency، ان لو واحد عمل اتفاق كلهم لازم يلتزموا بيه، فهو كده. تاني حاجة كمان انها limited life، بمعنى لو اي واحد قلنا عمل withdrawal او حد ادمت للشركة، لازم الشركة تنحل الاولانية ويعمل شركة جديدة. كمان عندنا بقى الحاجة اللي هم دايما كده، بس هي كده unlimited liability، بمعنى ان لو هي الشركة بتعمل لها liquidation فبنبيع الاسيتس بنسدد الليابيليتي، لو ما كفتش الاسيتس اللي احنا عملناها تسدد الليابيليتي هنرجع على اموالهم الخاصه، ودي دايما كده. غير طبعا الكوربوريشن انها ليميتد ليابيليتي اللي هم الشير هولدرز. لما بيعملوا اجريمنت ايه اللي هيتكتب في الاجريمنت؟ طبعا شود سبيسيفاي ريليشن شيبس امونج ذا بارتنرز، لازم يكتبوا ايه في الاجريمنت. اول حاجه طبعا النيمز والكابيتال كونتريبيوشن اوف بارتنرز، هيكتبوا ايه هو الاسماء طبعا وايه المساهمات بتاع كل واحد. كمان الرايتس والديوتيز اوف بارتنرز، يعني ايه هي الحقوق والواجبات بتاع كل واحد، مين اللي هيعمل لعب المانجر، مين اللي هيعمل التوقعات على العقود، مين اللي هيباشر العمل ازاي كده. ايه هو البيسس فور شيرنج نت انكم اور لوس، هل هما هيعملوا نسبه معينه ولا على الكابيتال بتاعهم ولا ايه بالظبط، لازم يتكتب. ما اتكتبش قلنا هتبقى ايكوال. الـ provision for withdrawal of assets، لما يكون واحد لوحده وحر بقى بيعمل دروم في أي وقت بقى وياخد كاش ياخد أي حاجة من الأسد، لكن لا بيبقى لازم يكون فيه شروط يعني علشان مش عشان البيزنس ما تعطلش يعني، ما حدش يسحب كده على طول يعني، لازم يكون فيه ليميت يعني. كمان إيه هي الـ procedures for submitting disputes to arbitration، لو في اختلاف بينهم وعايزين يسلموا للتحكيم، إيه بقى الإجراءات اللي هتتم ومين اللي هيحكم لهم الحاجات دي. كمان الـ procedure for the withdrawal or addition of your partners، يعني لو في واحد انسحب أو واحد هينضم للشركة هتبقى عاملة إزاي وإيه الشروط بتاعتها والإجراءات. كمان إيه هي الـ right with duties of surviving partners in the event of a partner death، في حالة وفاة أحد الشركاء إيه هي بقى الحقوق والواجبات بتاع الشركاء اللي هم الباقين اللي هم المستمرين. دي كل ده لازم يكون مكتوب في. أول حاجة طبعا كل المشاكل بتاع البارتنرشيب هنتكلم فيها، على إزاي بنعمل فورمينج للبارتنرشيب، إزاي بنعمل ديفيجن للنت إنكم أو نت لوس، إزاي بتغير البارتنرز باللي هو الأدميشن أو الوزدرول، وإزاي بيحصل ليكويديشن للشركة. دي تقريبا المين بروبلمز اللي موجودة في البارتنرشيب. أول حاجة الفورميشن عندنا، نفترض إن فور إكزامبل عندنا أسيوم ذات إن إي إند بي combine their proprietorship to start a partnership named A&B software، يعني كل واحد فيهم عنده البيزنس بتاعه وهم هينضموهم على بعض ويعملوا بيزنس جديد. A&B have the following assets prior to the formation of the partnership، دي الحاجات اللي عندهم قبل العملية دي. طبعا عندهم book value، في عندهم cash، وفي office equipment، في accumulated depreciation، في account receivable، في allowance for doubtful account، ده اللي عندهم في البوك. لكن اللي بيحصل بقى عشان احنا بنبدأ من اول وجديد، فبنجيب بقى نحسب الماركت فاليو بتاع الحاجات دي. وطبعا احنا بناخد الماركت فاليو ما بناخدش البوك فاليو، لان ده كان بيزنس بتعمل من اول وجديد. فبالنسبه لايه بقى، هيقدم كاش وهيقدم اوفيس اكويبمنت، وده الكابيتال بتاعه هيبقى 12000. الانتر طبعا هيبقى عباره عن ديبت كاش، ديبت اوفيس اكويبمنت، كريديت اي كابيتال. بالنسبه للبي هيقدم كاش، وكمان هو ظهر عنده كاستمرز اكونت ريسيفبل، بس هما لقوا ان الداوت فور اكونتس المفروض يبقى 1000 مش 700، يبقى هنقول ديبت كاش وديبت اكونت ريسيفبل كريديت الالاونس فور داوت فور اكونت، والفرق ده هيبقى الكابيتال بتاعه اللي هو هيطلع 12000. فهيبقى الانتري بتاعتهم كده بالظبط. بالنسبه للانفستمنتس باي اي هيبقى ديبت كاش وديبت اوفيس اكونت كريديت اي كابيتال. بالنسبه للبي هيبقى عباره عن ديبت كاش وديبت account receivable credit account for doubtful account و credit capital بتاعه اللي هو هيبقى الفرق. خلاص كده طبعا هتقدروا بقى الكاش دي بقى خلاص بقى بتاع البيزنس والاوفيس بتاع البيزنس وكل والحاجات دي بقى كلها، بقى ما حدش بقى يقول لي، لان قلنا زي ما قلنا عليها من شويه كو اونر شيب وبروبرتي، ملكيه مشتركه خلاص.
مثلا عندنا اكسرسايز ده كده، وده حاسبكم بقى تحلوه طبعا، يعني مش قليلين يعني. بيقول لي جانيوري 1 اي اند بي ديسايدد تو اورجنايز الاي بي بارتنرشيب، اي انفستد 20,000 كاش وجاب انفنتوري الكوست بتاعتها 8,000، بس الماركت فاليو بتاعتها عباره عن 10,000 ماركت فاليو. بي عامل كونتريبيوت ب 25,000 كاش وعمل اكويبمنت البوك فاليو بتاعتها 6,000، بس الفير فاليو بتاعتها الماركت النهارده 5,000. طبعا احنا بالنسبه للحاجات دي كلها احنا هناخد قلنا ايه الماركت فاليو، مش هناخد الايه الكوست بتاعتها. امال احنا عاملينها ليه دلوقتي؟ لان احنا زي ما قلنا بنبدا من دلوقتي كده. فبيقول لك بقى ريكوايرد بقى تعمل لها الجورنال انتري تو ريكورد انفورميشن اوف ذا بارتنر شيب. طبعا هنقيد لكل واحد الكابيتال بتاعه بالنسبه ليه، قدم كاش يبقى ديبت كاش، وقدم انفنتوري هناخد الماركت فاليو، كريديت ايه كابيتال اللي هو يبقى التوتال. بالنسبه لبي قدم كاش وقدم اكويبمنت مالناش دعوه طبعا بالبوك فاليو، احنا ناخد الفير فاليو بتاعتها اللي هي عباره عن 5,000، والتوتال ده هيبقى بي كابيتال. وبناء عليه نقدر نعمل كلاسفايد بالانس شيت فور ذا بارتنر شيب. سهله يعني تقدروا تعملوها يعني. عندنا اكسرسايز تاني ده كان عبارة عن البوست كلوزنج ترايل بلانت فور تو بارتنر شيب تو بروبرتور شيب اسف في جانيوري 1 يير 2020. عبارة عن عندهم اكس وواي، عندهم ادي الترايل بلانتس بتاعهم، فقدموه طبعا بالمنظر ده برضك بنفس الطريقة، هنثبت لكل واحد لوحده وبعدين نعمل. فاللي حصل بقى ان هما X and Y decided to form a partnership XY company with the following agreed upon valuation for non-cash assets. بقى اللي هي هناخدها بقى طبعا، مش هناخد احنا بالايه بالارقام بتاعتهم اللي هي في البوك فاليو، هناخد بالارقام دي طبعا لان احنا بنجيب ناس تقيم لنا الكلام. فبيقول لي بقى all cash will be transferred to the partnership، كمان هتتحول الكاش اللي عندهم للبزنس، والبارتنرشيب will assume all the liabilities، كمان هتتحمل liabilities of the two preparatorship. وكمان it is agreed that an X will invest an additional 10,000 cash، بس Y هيعمل will invest an additional 10,000 cash. طبعا هنعمل بقى الانتر لكل واحد، وبعدين هنعمل separate journal entry to record the transfer of each preparatorship assets and liability to the partnership، وكمان الاديشنال انفستمنت اللي هم قالوا عليها. وكمان بعد كده هنعمل الايه كلاسفايد بالانس شيت فور ذا بارتنر شيب اللي هي تعتبر ده ايه الاوبننج بالانس شيت. اظن سهله تقدروا تعملوها يعني، ولو كان في فرصه بعد كده ان شاء الله نبقى نشوف الحل بتاعكم او نحلوه مع بعض يعني، مش مشكله قوي يعني. المشكله الثانيه بقى بعد كده خلاص دلوقتي الشركه اتكونت، ونقدر بقى نعمل ايه بقى ديفايدنج النت انكم والنت لوس. البارتنر طبعا احنا قلنا ايكوالي شير النت انكم والنت لوس unless the partnership contract indicate otherwise، الا اذا هم عملوا حاجه ثانيه. فاللي بيحصل بقى ان احنا هنعمل الاول الكلوزنج انتري المعروفين، احنا بنقفل الريفينيو، بنقول طبعا ديبت الريفينيو كريدت الانكم سامري، بنقفل الاكسبنسز كلها يبقى ديبت انكم سامري كريدت كل الاكسبنسز. الانكم سامري بقى اتسيلف شود بي كلوز، بس دلوقتي هنعمل له كلوز لازم نوزع النت انكم او النت لوس عليهم قبل ما نعمل الكلوزنج ده. عشان كده بنعمل كلوز اول ريفينيو اكسبنس اكونت وانكم سامري، وبعدين هنعمل كلوز الانكم سامري ويتش بارتنر اكونت فور هيز اور هير شير اوف نت انكم اور لوس. طبعا كلوز اتش بارتنر كمان دروم اكونت وهيز برضو اور هير برسبكتيف كابيتال اكونتس اللي هو يبقى اخر واحد. الانكم ريشيو تفتكروا هنوزع النت انكم ده ازاي؟ بيقول لي البارتنرشيب اجريمنت اللي احنا عملناه شود سبيسيفاي قلنا ذا بيسيس فور شيرنج نت انكم ونت لوس. زي ايه بقى مثلا تيبيكال انكم ريشوز؟ ممكن يبقى فيكسد ريشو مثلا يوزعوا مثلا ايكوالي، او مثلا 2 تو 1، او مثلا 6% و40%. المفروض يبقى فيه ريشو متحدد على التوزيع النت انكم ونت لوس. احيانا بيقولوا ان احنا نعمل ريشو بيزد اون كابيتال بالانسز عشان ما حدش يزعل، يبقى لو في اختلاف في الكابيتال يبقى هما الكابيتال كل واحد اللي مدي كابيتال اكتر يبقى ياخد اكتر يعني. احيانا بينصوا في العقد بتاعهم على ان هما يعملوا سالاريز تو بارتنرز الاول، يوزعوا لهم بارتنرز كما لو اشتغلوا بره او اي حاجه
على اساس المجهود اللي هم هيعملوه في البيزنس، والباقي يوزعوه هم بفيكسد ريش معين. واحيانا بيحسبوا انترست على الكابيتال بتاعهم كما لو كان هم حطوه في البنك، كان هيديهم انترست قد كده، والباقي الريميندر بقى ممكن يبقى على فيكسد ريشيو، وممكن يبقى فيه كل ده بقى، ممكن يبقى فيه سالري وكمان انترست والباقي يتوزع بفيكسد ريشيو. يبقى سيلز تو بارتنرز انترست اون بارتنر كابيتال والريميندر اون ايه فيكسد ريشيو. شوف كده عشان ايه نقدر نفهمه ده. فبيقول لي اسيوم ان كينج وليد اول ار كوبرز ان كينج ليد كومباني، البارتنر شيب اجري بروفايدد فور ذا ويل، ان هيعملوا سالري الاونس 8500 فور كينج و 6000 فور ليد، كمان هيحسبوا انترست الاونس 10% اون ذا كابيتال بالانسز ات ذا بيجيننج اوف ذا يير، الريميندر بقى بعد كده هيتوزع ايكوال. طيب الكابيتال بالانسز كانت عباره عن كينج كان ليه 30000 لكن ليه كان ليه 25000 ان ذا بارتنرشيب. البارتنرشيب اجري حسب ان عملت نت انكم في اول سنه عندنا ب 25000. عايزين احنا بقى نعمل السكيدول شوينج ديستريبيوشن اوف نت انكم اللي عندنا، وبعدين نعمل جورنالايز الالوكيشن اوف نت انكم على اساس اللي هو 25000. عشان نعمل ده بنعمل كده السكيدول اللي هو الشوم ديستريبيوشن في انكم، بنعمل خانه لكل بارتنرز والبالانس طبعا، بنبدا بالنت انكم الاول، بندي السالري ونجمعهم ونطرح من البالانس، يبقى ده الباقي. نحسب بعد كده الاندرس الاونس والبارتنر كابيتال، هم قالوا 10% على كل واحد الكابيتال بتاعه قد كده، فبنضرب طبعا في النسبه بتاعتنا اللي هي دي، بيدينا الكابيتال بتاع كل واحد على اساس الانترست على اساس الكابيتال بتاع كل واحد، نجمع نطرح برده من التوتال ده الريميننج، هم قالوا الريميننج يتوزع ايكوال، يعني كل واحد هياخد يعني 50%، فده هنوزع بقى 2500 وده هو 2500. هنجمع بقى طبعا التوتال اللي اخده كل واحد، لو جمعنا الاثنين دول لازم يساوي النت انكم اللي هو الموجود فوق، فده اللي هو العمل. بناء على بقى الانتري دوت هنعمل بقى الانتري بتاعنا اللي هو هنقفل بقى الانكم سامري اللي هو عباره عن 25000 لان هم عملوا نت انكم، وهنقول بقى كريدت كينج كابيتال وكريدت لي كابيتال كل واحد ده 14000 وده عباره عن 11000. وهيبقى الانتري طبعا زي ما قلنا احنا بعد ما عملنا التوزيع في التيبل اللي فاتت دي، هيبقى الالوكيشن اوف انكم هيبقى عباره عن ديبت انكم سامري اللي هو 25000، كريدت كينج ليه هياخد 14000 وليه هياخد 11000 اللي هو الديبت الاخراني، وطبعا مجموعهم لازم يساوي النت انكم اللي عندنا. طب سبوز بقى ان هم عملوا نت انكم عباره عن 18000، فبيقول لك بقى اعمل لنا ازاي توزع انت ال 18000. وزعنا ال 18000 هناخد طبعا الاول لازم نعمل السالري الاونس، ولازم نحسب برضو الكابيتال بتاعهم الانترست اللي على الكابيتال بتاعهم، وبعدين نجمع نطرح. فلما جينا نطرح هنا طلع الباقي بالنيجاتيف، هنوزعه بالنيجاتيف، بس هم مش عاملين خساره، ده هي النيجاتيف كده. وخلي بالك ان ممكن تطلع في الاخر واحد، يطلع في الاخر التوتال بتاعه واحد بوزيتيف واحد نيجاتيف، فانت احنا بنعمل التوزيع حسب ما هم متفقين وخلاص، وبناء عليه هنعمل انتري. فلو واحد طلع مثلا بوزيتيف واحد طلع نيجاتيف ونيجي نقفل، هي النتيجه اصلا كانت نت انكم ولا نت لوس؟ لو كانت النتيجه نت لوس معنى ذلك ان الانكم سامري كان هيبقى عشان نقفله كان هيبقى كريدت والكابيتال يبقى ديبت، بس لو واحد فيهم طلع بوزيتيف هيبقى الكابيتال بتاعه كريدت والتاني اللي هو النيجاتيف يطلع ايه؟ ديبت، ولازم يطلعوا هما الاثنين يطلعوا نفس النتيجه بتاعت النتيجه بتاعتهم اللي هي عباره عن الايه؟ نت انكم او نت لوس اللي موجوده عندنا في التمرين. دلوقتي بقى بنفس الطريقه اللي احنا شرحناها دلوقتي تقدروا بقى تحلوا الاكسرسايز ده. بيقول لنا ان اكس اند واي هاف كابيتال بالانسز اون جانيوري 1 اوف 100000 و 80000 ريسبكتيفلي، البارتنرشيب انكم شيرنج اجريمنت بروفايد فور نمبر 1 بيحسبوا انوال سالري اوف 30000 فور اكس و 24000 فور واي، بيحسبوا انترست ات 10% اون ذا بيجينينج capital balances and the number 3 remaining income or loss to be shared in a 3 to 2 ratios.
الريكويرمنت طبعا هنعمل بير سكيدول شوينج ذا ديستريبيوشن اوف نت انكم، اسيومنج ان احنا عندنا نت انكم ايه هتوزع ازاي، ولو عندهم نت لوس 3000 تتوزع ازاي. وبعدين هنعمل جورنالايز الليكويشن اوف نت انكم ان ايتش اوف ذا سيتويشن اباف. شوف بقى هتعمل ازاي كده، وده تحله بقى بنفس الطريقة اللي احنا عملناها قبل كده. ربنا يوفقك ان شاء الله. نيجي بقى بعد كده بقى لو البارتنر اتغيروا، فاول حاجه ناخد لو في ادميشن اوف بارتنر، يعني انضمام شريك يعني. فلو انضم شريك زي ما قلنا قبل كده في المكتوب طبعا في الاجريمنت بتاعهم، result in the legal dissolution، يعني من الناحيه القانونيه الشركه اتحلت of the existing partnership will beginning of a new one، تبدأ شركة جديدة. ولكن النيو بارتنر بقى من بي ادميتد ايذر باي ايه، اللي هيخش البارتنر الجديد ده هيخش ازاي؟ حاجة من الاتنين، يا اما ان هو يعمل بروشنج ذا انترست اوف وان اور مور اكزيستنج بارتنرز، يعني يشتري حصة من اي واحد من الشركاء الموجودين، اور هيعمل انفستنج اسيتس ان ذا بارتنرشيب، هيعمل استثمارات في نفس الشركة اللي عندنا. فلو هو بقى اشترى اول حاله بيرشز اي بارتنر الانترست من واحد تاني، فعندنا اكزامبل مثلا عندنا سي اجري تو بي 10000 اتش تو اي اند بي فور وان ثيرد اوف ذير انترست ان ذا اي اند بي بارتنرشيب، هيخش مع اي وبي هياخد تلت الاي المبلغ بتاعهم الكابيتال بتاعهم يعني. At the time of admission of C each partner has a 30,000 capital balances. Both partners therefore give up 10,000، حتى نزل عن 10,000 of their capital equity. هيبقى الانتري عشان نعمل to record the admission of C هيبقى ايه بقى؟ هنقص الكابيتال بتاعي وكده، وهو دفع لهم المبلغ ده. بس خلي بالكم مفيش حاجه دخلت الشركه، ده دي حاجه تعتبر بيرسونال. فكان احنا نقول ديبت ايه كابيتال 10,000، ديبت كابيتال كريدت طبعا سي هياخد الكابيتال بتاعه هيبقى 20,000. المبلغ اللي هو دفعه ده حاجة شخصية زي ما اتفقنا، مش هتخش البيزنس، فبالتالي ما دخلش مجبناش سيرة الكاش خالص يعني. الاحتمال التاني زي ما قلنا بالنسبة للادميشن اوف نيو بارتنر، ان هو يعمل انفستمنت اوف اسيتس ان اي بارتنرشيب، ان هو هيحط بقى فلوس في البيزنس اللي عندنا. طبعا دي بقى في المتوقع ان ايه اللي هيحصل، ان الكابيتال بتاعهم بتاع البيزنس كله هيزيد. ففي بقى ايكويشن كده هنعملها، او في علاقة كده اللي هيحصل بقى، هناخد الكابيتال بتاع الاولد بارتنرز هنضيف عليه الانفستمنت باي ذا نيو بارتنرز، هيطلع لنا ايه ده بقى؟ هيدينا الكابيتال اوف ذا نيو كومباني الجديد. طيب هو لما دخل الشركه بالانفستمنتس ده، الاتفاق هيبقى ليه شير قد ايه في البيزنس؟ نقوم نضرب في الشير بقى، هي نيو بارتنر شير ان ذا نيو كومباني، هيطلع لنا الكابيتال بتاع النيو بارتنرز. يبقى هو هقدم انفستمنتس وطلع له الكابيتال بتاعه من الكالكوليشن دي. طبعا الانفستمنت اللي جت من البارتنر ده هيبقى ديبت كاش، والكابيتال اللي طلع ده كريدت كابيتال، ده الكابيتال اللي هو بتاع نيو بارتنرز. لما هنعمل كومبير بقى للاتنين دول مع بعض، ايه الاحتمالات؟ طبعا احتمالات ممكن يكون الاتنين قد بعض، مفيش مشكله، وممكن تطلع الكاش اكتر من الكابيتال بتاعه، وممكن يبقى الكابيتال بتاعه يطلع اكتر من الكاش. دول التلات احتمالات، فبنقولهم كده بقى. الاحتمال الاولاني ان يطلع الكاش ايكوال النيو بارتنر، هنا بيقول لك دي نو بروبلم، مفيش مشكله. لكن لو طلعت الكاش عندنا اكتر من النيو بارتنر كابيتال، ده هيبقى عباره عن بونص تو ذا اولد بارتنر ان ذا في البيزنس، بس هيتوزع بالانكم ريشيو اللي عندهم. طب لو طلع العكس بقى، لو طلع ان الكاش اللي هو دفعها اقل من الكابيتال بتاعه، هتبقى بونص ليه هو بقى، هو بونص تو ذا نيو بارتنر اون ذا اولد بارتنرز، يعني الظاهر هو طبعا هيستفاد من وراه، فعشان كده هم عملوا له كده. يبقى دي الاحتمالات اللي عندنا. ففي هذه الحاله بقى نقول بقى عندنا اسيوم ذات ان سي اجري تو انفست 30,000 ان كاش ان ذا بزنس ان اي بي بارتنر شيب، يبقى هو هنقول ديبت كاش لازم، هياخد ايه بقى هو؟ for a 33 1/3%، يعني تلت الكابيتال انترست، هيبقى ليه تلت الكابيتال بتاع الشركة. At the time بقى of admission C each partner كان عنده 30,000 capital balances، يبقى الانتري تو ريكورد ده هيبقى ايه؟ هنجمع الأول الكابيتال بتاع الاتنين هيبقى 60,000،
وهو هيحط 30,000 30,000، يبقى الكابيتال بتاع الشركة الجديدة هيبقى 90,000. هو ليه التلت؟ يعني تلت ال 90,000 هيطلع 30، يبقى ما فيش لا بونص لا للده ولا لأي حد، هيبقى عادي جدا، يبقى ديبت كاش كريدت كابيتال بتاع سي بس كده. ليه؟ لأن الكالكوليشن. لو فرضنا بقى إن هو for an admission by investments when the new partner by investments and the capital equity are different, the difference is considered يبقى يا إما بونص to the old partners يا إما بونص to the new partners. عشان كده بنعمل معدل. فلو هو بونص to the old partners إيه اللي حصل بقى؟ For both personal and business reasons, the existing partner may be unwilling to admit a new partner without receiving a bonus. مش موافقان على ان هو ينضم للشركة دي من غير ما ايه؟ ما يبقى ليهم بونص يعني. The bonus to the old partners are when he, when the partner's investment in the firm is greater than the capital credit on the date of a admittance. اللي هو الادميشن بتاعه يعني. فالبونص results بقى in an increase in the capital balances of the old partners. It also allocated to them on the basis of, a, of their income ratios before the admission of the new partners. فلو فرضنا احنا في الاكزامبل ده ان assume ان B and C with capital balances of 120,000 agree to admit D to the business. يعني كل واحد فيهم عنده كذا. D acquire 25% ownership interest by making cash investments of 80 in the partnership. يبقى هم الكابيتال بتاعهم هم الاثنين 120، هو هيخش في الشركه هيدفع 80. يبقى هنجمع الاول ال 80 على ال 120، هيبقى الكابيتال الجديد بتاع البيزنس كام؟ 200,000. هنضربهم في 25% هيبقى الكابيتال بتاعه عباره عن 50,000. طب هو ازاي دفع 80,000؟ دلوقتي الكابيتال بتاعه هيبقى عباره عن 50,000، الفرق ده يعتبر بونص بقى ليهم هم. فهنعمل كده. The determination of C, D capital credit and the bonus to the old partners is as follows. الأول هنحدد الـ total capital بتاع new partners by adding بتاع new partnership by adding the new partners investment to the total capital of the old partners. In this case the total capital of the new firm is 200 calculated as follows. عن إيه بقى؟ اللي هو عبارة عن الـ total capital of the existing partnership 120 هنضيف عليه الانفستمنت باي ذا نيو بارتنر اللي هو ال 80، هيبقى التوتال كابيتال اوف ذا نيو بارتنرشيب عباره عن 200,000. طيب هو ليه كام بقى شير بقى في الجزء ده في الكابيتال الجديد بتاع البيزنس؟ بنحسب ديرمن ذا نيو بارتنر كابيتال كريدت باي مالتيبلاينج التوتال كابيتال اوف ذا نيو بارتنرشيب باي ذا نيو بارتنر اونرشيب انترست اللي هي عباره عن 25%. يبقى هنضرب الكابيتال بتاعه هيبقى عباره عن 50,000 هو 200,000 في تايمز 25%، بس زي ما قلنا هو دفع 80 بس، يبقى الفرق ما بين ال 80 اللي هو الانفستمنتس والكابيتال اللي هيبقى بتاعه 30,000 هيعتبر بونص لمين؟ للاولد بارتنرز. يبقى الاماونت اوف بونص هتبقى باي سبتراكتنج ذا نيو بارتنرز كابيتال كريدت فروم ذا نيو بارتنر انفستمنتس، هتبقى بونص تو ذا اولد بارتنرز، هتبقى 80,000 ماينس 50,000 تبقى 30,000. 30,000 دي هتتوزع على الاولد بارتنرز بالريشيو بتاعهم اللي قبل ما يخش بقى الشريك الجديد. فبيقول لي اللوكيت بقى ذا بونص تو ذا اولد بارتنر اون ذا بيسس اوف ذير انكم. اسيوم ان الريشيو بتاعهم كان عباره عن بي بياخد 6% وسي بياخد 40%، يبقى اللوكيشن هيبقى عباره عن كام بقى؟ يبقى 30,000 كان 6% هيبقى 18,000 بونص، بالنسبه لسي هيبقى 30,000 تايمز 40 هيبقى 20,000. يبقى في هذه الحاله بقى الانتري بتاع الادمشن بقى بتاع ايه ده هيبقى عامل ازاي بقى؟ هنقول بقى عباره عن ديبت، طبعا هو حط كاش اللي هي 80,000 بس الكابيتال بتاعه هيبقى 50 ولكل واحد بقى هياخد البونص بتاعته اللي هي عباره عن 18,000 فور بي و 12,000 فور سي. طيب لو حصل برضو ان هو عمل investments of assets in the partnership، يعني بنتكلم على new partner، بس لو كان البونص to the new partner، فالبونص to a new partner result when a when the new partner's investments is less than his or her capital credit in the firm. This may occur. ايه السبب بقى؟
When the new partner possesses resources or special attributes that are desired by the partnership هيستفادوا من وراه، في عنده إمكانيات ومواهب كده واتصالات وعلاقات هيستفادوا من وراه. فالبونس تو a partner result in a decrease in the capital balances of the old partners. The amount of decrease for the each partner is based on their income ratio before the admission of the new partner. الاكزامبل مثلا عندنا اسيوم ان دي ده احنا بنتكلم عليه انفست بقى 20,000 ان كاش فور اي 25% اي انترست اونر شيب انترست ان ذا بي سي بارتنرشيب يوزنج ذا فور بروسيجر اللي احنا قلنا عليهم ديسكرايب ان ذا بروسيجر. ذا كالكوليشن اوف دي كابيتال كريديت هيبقى البونص هيبقى اس فولوز. قلنا ان الكابيتال بتاعهم كان عباره عن 120,000 هيحط هو investments by 20 هيبقى الكابيتال بتاع النيو بارتنر بتاع النيو بارتنر شيب كله هيبقى 140 هو ليه 25% الكابيتال بتاعه هيبقى ايه 140 times 25% هيبقى الكابيتال بتاعه 35,000 بس هو دفع 20,000 بس لكن الكابيتال بتاعهم هيتكتب له 35 الفرق ده كيف ده هيجيبه منين؟ يبقى اذا هنضطر ان احنا نقلل الكابيتال بتاع الاولد بارتنرز ودي تعتبر بونص ليه هو عليهم. يبقى البونص دي هتبقى 35 ماينس 20,000 تطلع 15,000 وال 15,000 دي هتتوزع طبعا عليه الانكم ريشيو اللي هو قبل ما ينضم. فالالوكيشن اوف بونص تو اولد بارتنرز هيبقى عباره عن ال 15,000 بالنسبه ل B في تايم 6% ونفس ال 15 تايمز 40% ل C يبقى كده وزعنا احنا البونص عليهم هم الاثنين يعني هننقص الكابيتال بتاعهم بالارقام دي. وهيبقى في هذه الحاله الانتري بتاعنا هيبقى عباره عن ايه بقى؟ هيبقى عباره عن الكاش هو عمل 20,000 بس الكابيتال بتاعه دي كريدت ب 35 والفرق ده هيبقى ديبت بي كابيتال وديبت سي كابيتال بالالوكيشن اللي احنا عملناه في البونص عليهم. الاكسرسايز بقى عليكم انتوا بقى تحلوا بنفس الطريقه دي. عندنا A and B have capital balances of 100,000 and 80,000 respectively. Where they agree to C to the business. They agree to admit C to the business by making a cash pay investments of 70,000 in the partnership. A and B share income or loss at A 3-2 ratios. عايزين بقى required to generalize the admission of C if he acquires لو هو هيبقى ليه 20% ownership interest هنعملها ازاي؟ ولو هو هيبقى ليه 30% ownership هيبقى ليه interest ازاي؟ أظن سهل هنعمل calculations اللي احنا قلناها من شوية وانتوا بقى تضربوا في هذه الحالة هيطلع مرة ليه بونص للأورد بلانرز ومرة تانية هيبقى بونص ليه هو. بعد ما انتهينا من الادميشن اوف نيو بارتنرز هنتكلم بقى دلوقتي على الوزدرول اوف اي بارتنر. الاي بارتنر مي وزدرو فروم اي بارتنرشيب مي بي فولنتيرلي باي سيلينج هيز اور هير ايكوتي ان ذا فيرم يعني حاجه بارادته كده هيخرج بره الشركه فهيبيع الحصه بتاعته. اور هي اور شي مي وزدرو انفولنتيرلي حاجه لارادته بقى by reaching مثلا mandatory retirement خلاص age وصل لسن المعاش or by dying بالوفاة. ال withdrawal of a partner like the admission part of a partner legally dissolve the partnership برضو من ناحية القانونية الشركة انتهت لكن لسه من ناحية الاقتصادية. ال withdrawal of a partner of a partner may be accomplished by برضو زي حكاية ال admission بالظبط ممكن payment from remaining partners personal assets يعني ممكن يبيع حصته لأي واحد من الشركاء التانيين يبقى دي حاجة شخصية بينهم من بعض أو طبعا ده this effect only the partner capital accounts or بقى ال payment from partnership assets المرة دي احنا هندفعله بقى عكس ال admission يعني لازم هنقول debit capital credit cash. This decreases total net assets with total capital of the partnership. لكن الأولاني مفيش حاجة ده احنا بس واحد بيتنزل واحد وخلاص. لا كام حاجة دي شخصية.
لكن هنا لا، ده هو هياخد من البيزنس، فطبعا يبقى الكابيتال بتاع البيزنس هيقل، وكمان الاسيتس كمان هتقل نتيجة الكاش اللي هو هياخده. بنشوف اول حاجة لو هو payment for partners personal assets. فالوزرول ما by payment from partner personal assets، اول حاجة it is a personal transaction between the partners، حاجة شخصية بينهم يعني. It is a, the direct opposite of admitting a new partner who purchases a partner interest. عكسها بالظبط. تاني كان بيشتري، ده المرة دي بيبيع. ده. The partnership assets are not involved in any way. مفيش كاش ده دخلت ولا خرج. And the total capital does not change. لأن واحد بيتنازل عن حصته للكابيتال واحد تاني. يعني إيه؟ الكابيتال بتاع التوتال كابيتال بتاع البارتنر. فمثلا عندنا اكزامبل، عندنا ام ان اند او هاف كابيتال بالانسز اوف 25000 15000 10000 ريسبكتلي. ام اند ان اجري تو باي اوت او انترست، ايتش اوف ذيم اجري تو باي او 8000 ان اكسشينج فور وان هاف اوف او توتال انترست اوف 10000. الانتري تو ريكورد ذا ويزدرول از طبعا الكاش دي مالناش دعوه بيها خالص، ده حاجه قلنا شخصيه، بس كل واحد هياخد نص الكابيتال بتاعه اللي هو ده، اللي هو 10000، كانه هيتنازل عن كل واحد ياخد 5000. يبقى ايه اللي هيحصل؟ ان احنا هننقص الكابيتال بتاعه، هنقول كده دي بتقول 10000، هندي بقى الام والان كل واحد اللي هو نص الكابيتال بتاعه، يبقى ام كابيتال 5000 وان كابيتال هيبقى 5000. وخلي بالكم من اول اهو نوت ان النت اسيتس والتوتال كابيتال ريمين ذا سيم ات 50000، اللي هو 16000 بيت تو اون by a remaining partner isn't recorded by the partnership، لأن زي ما اتفقنا ديت حاجة ايه؟ personal. لو حصل بقى ان احنا هنعمل له payment from the partnership assets، يحصل ايه بقى؟ The using partnership assets to pay for a withdrawing partners the interest decrease بقى both total assets و total partnership capital، الاتنين هيقلوا طبعا. In accounting for a withdrawal by payment from partnership assets, the assets revaluation should not be recorded. افترض ان احنا عملنا revaluation مش هتتسجل طبعا في الدفاتر، بس هتتحسب بره كده عشان يبقى ليه نصيب فيها. كمان and any difference between the amount paid and the withdrawn partner capital balance should be considered طبعا. إيه حاجة من الاتنين بقى، يا إما تعتبر بونس تو ذا ريتاير بارتنر، يا إما تعتبر إيه بونس تو ذا ريمينينج بارتنرز، عكس الإيه الأدميشن بالظبط يعني. فلو إحنا بقى في بونس تو ذا ريتاير بارتنر، يعني لو إحنا هنديله أكتر من الكابيتال بتاعه، يبقى الفرد يعتبر بونس. فالبونس مي بي بيد باي تو ريتاير كمباني، وين إيه بقى؟ وين ذا فير ماركت فاليو أوف ذا partnership asset is greater than the book value. يعني لو احنا قيمنا الشركة النهاردة قد كده، فهو المفروض هو كان ليه دور يعني في الاسيتس ديت، فالمفروض يبقى ليه نصيب يعني. Or there is unrecorded goodwill مثلا resulting from the partnership superior earning record. Or مثلا the remaining partner are anxious to remove the partner from the firm. عايزين يمشوه بأي شكل يعني، فمصدقوا يعني ان هو كده. The bonus is deducted طبعا from the remaining partners capital balances on the basis of their income ratio at the time of the withdrawal. بعد ما هو مشي. لو احنا عندنا example مثلا assuming the following capital balances exist in the RST partnership. R لي capital بتاعه 50,000، S لي 30,000، و T لي 20,000. The partners share the income in the ratio of 3:2:1 respectively. T retire from the partnership and receive a cash payment of 25,000 from the firm. الكابيتال بتاعه اساسا 20، هو هياخد 25,000. يبقى معنى ذلك ده هياخد اكتر من الكابيتال بتاعه، يبقى بونص ليه. مين اللي هيتحمل الفرق ده؟ الاذر بارتنرز. طبعا الريش بتاعهم اللي هو هيبقى 3:2، لان هو هيمشي بقى من الايه؟ من البيزنس بتاعه. فالبونص هنا is paid to the retired partner. Since the cash paid to the retiring partner مالها is more than his or her capital balances، هو capital بتاعه 20 هياخده 25، يبقى في عنده bonus by 5. ال allocate the bonus back to the remaining partner on the basis of their income ratio. ال ratio طبعا بتاع R و S اللي هو عبارة عن 3:2، so the allocation of the bonus هتبقى عبارة عن 5000
تايم 3 اوفر 5 يبقى 3000 اللي بالنسبه هتحملها ار، واس هيبقى 5000 تايمز 2 اوفر 5 هتحمل دي. ويبقى في هذه الحاله الانتر تو ريكورد الاسترول اوف تي هيبقى عباره عن ايه بقى؟ ديبت بي كابيتال هياخد طبعا ده، وديبت كمان ار كابيتال ب 3000، وديبت اس كابيتال ب 2000، لكن كريدت كاش اللي هي ال 25000 اللي هياخدها مين؟ ممكن يحصل بقى بونص تو ذا ريمينينج بارتنرز، هو عايز يمشي بأي شكل يعني. فالريتيرنج بارتنر مي بي اي بونص تو ذا ريمينينج بارتنر، وين ايه بقى؟ وين ريكوردينج اسيتس ار اوفر فاليود مثلا، والعكس بقى. او ان البارتنر شيب هاز اي بور ايرنينج ريكورد، يعني مش قوي يعني. او البارتنر از انكشس تو ليف ذا بارتنر شيب، هو عايز يمشي من اي شكل من الكلام. فالشركة خلاص وافقت هتدي له المبلغ، وهو وافق على مبلغ اقل من الكابيتال. In such case, the cash paid to the retiring partner will be less than the retiring partner's capital balances. The bonus طبعا برضو هتبقى allocated، هتبقى credited to the capital balances of the remaining partners on the basis of their income ratio بعد ما هو هيطلع من الـ business بتاعه. فلو فرضنا مثلا عندنا إن T is paid only 16,000، هو كان ليه capital بتاعه 20؟ لا، هياخد 16 بس، هو وافق طبعا. upon withdrawing from the RST partnership. In that case بقى البونص تو ذا ريمينينج بارتنر هتبقى عباره عن 20 اللي هو بتاعه، هياخد 16 بس، يبقى في 4000. 4000 دي هتتوزع عليهم هم برضه بالريشيو اللي احنا قلنا عليها قبل كده 3 to 2، يبقى هيبقى عباره عن ار هياخد 3 to 2، هيبقى الكابيتال بتاعه هيزيد ب 2400، وبالنسبه للاس هيبقى 4000 تايم 2 اوفر 5 يطلع 1600. ويبقى الانتري بتاعهم عباره عن ايه بقى؟ خلاص ده هيطلع، هيبقى طبعا الكابيتال ب 20000، لكن كريدت ار ب 2400 واس 1600، والكاش اللي هياخدها بس اللي هي عباره عن 16000. ده يعتبر اكسرسايز على الوزدرو اوف البارتنرز. عندنا ايه؟ البارتنر الكابيتال بتاعه 100000، بي 60000، وسي عباره عن 40000، ار بارتنرز ان اي بي سي كومباني. البارتنر شير الانكم ان ذا ريشيو اوف 3 تو 2 تو 1 ريسبكتيفلي. سي ريتاير فروم ذا بارتنر شيب. ايه الاحتمالات بقى؟ بيقول لي جورنالايز ذا وسترول اوف سي اف هي ريسيفد. لو هو هياخد 50000 لو بتاعه اساسا 40، يبقى هياخد كده بونص هتتحملها طبعا الشركاء اي وبي. لو هو خد 35 اقل من الكابيتال بتاعه، هتبقى بونص الى اي وبي اللي هو عباره عن الريميننج بارتنرز. ودي تقريبا كانت اخر حاجه عندنا، وان شاء الله يبقى فاضل لنا التصفيه بعد ما نرجع بقى باذن الله تعالى. وبتمنى لكم، ودي كانت اخر حاجه في محاضرتنا النهارده، بس لسه طبعا في حاجات في المقرر، بس احنا قلنا نخلص كده معاكم. ومفيش غير اننا يعني نقول، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبدعو لكم جميعا بالتوفيق وبالصحه والسعاده، ونراكم جميعا قريبا على خير إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.